المزارعين والاستماع لمشاكلهم دون وسيط ومحاولة تسريع ما أمكن من حلول مناسبة في أسرع وقت ممكن، تجسيدا لحرص وتطلعات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الأزواني في مجال الاكتفاء الذاتي من التمور والخضروات. واقع وتنمية الواحات هو موضوع هذه الحلقة. قد استضفنا لكم لنقاش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام كل من السيدين سيد الحضرامي سيد محمد مسؤول التنمية الزراعية بمشروع تطوير وتنمية الواحات، شكرا لكم على قبول الدعوة. وأيضا سيد محمد يحيى والسيد رئيس الاتحاد الوطني للاتحادات الجهوية لرابطات التسيير التشاركي للواحات، شكرا لكم على قبول الدعوة. مشاهدنا قبل العوصي في هذا الموضوع نتابع الورقة التمهيدية التالية التي أعدها بابا أحمد سهل. حرصا من الجهات الوصية على تطوير وتنمية الزراعة في المناطق الداخلية، أدى وزير الزراعة السيد يحيى أحمد الوقف زيارة تفقد واطلاع لولاية تكانت، وكانت هذه الزيارة فرصة للوقوف ميدانيا على تنفيذ بعض المشاريع المهمة قيد الإنجاز والتي تم إنجازها، فضلا عن الاجتماع بالمزارعين والاستماع لمشاكلهم من أجل العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن. وتعد زيارات الوزير تجسيدا للوقوف عن قرب على مستوى تقدم تنفيذ المنشآت الزراعية والمتابعة عن كثب المشاكل المطروحة حول مياه الري وحفر الآبار الارتوازية وكذا حل إشكالية السدود والحواجز المائية ابتداء من شهر مارس وإبريل من العام المقبل. زيارة يتمنى مزارع الولاية أن تضع حلا لمشاكلهم المطروحة بعد استماع الوزير لمطالبهم. فما هي أبرز نتائج هذه الزيارة؟ وكيف لولاية تكانت أن تتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق المزارعين لأهدافهم المرجوة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سيد الحضرامي والسيدي، لو بدنا معكم، ما هي أهداف هذه الزيارة وما هي أبرز المشاريع التي تفقدها معالي وزير الزراعة بولاية تكانت؟ شكرا. في البداية نختار نشكر الموريتانية على هذه السانحة، ومرحب بالأخ رئيس اتحاد رابطات الرئيس محمد يحيى. طبعا زيارة المعالي وزير الزراعة كانت بهدف لمستويين أساسيين، غرضين أساسيين. الأول اللي هو تقدم أعمال الحملة الزراعية 2022-2023، مستوى تقدم الأعمال، مستوى تقدم المشاريع المنفذة. والهدف الثاني اللي هو الاطلاع عن قرب على مشاكل المواطنين، مشاكل المزارعين، وطبعا الاستماع لها ومحاولة الحصول لحل هذه المشاكل اللي طبعا أساسا تترخص حول تخفيف تكاليف الإنتاج. وعلى هامش الزيارة فعلا تم تدشين عدة مشاريع مهمة، خاصة في السنة اللي سنة زراعية بامتياز مهمة. ما هي أهم هذه المشاريع أو أبرزها على الأقل؟ أبرزها نقوله على إنه خلال هذه الزيارة نقول إنها مست مختلف البلديات الولاية، خاصة بلدية تيجيجا وبلدية المجرية وكذلك بلدية تيشيت، وذاك في إطار المكونة الأولى من 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 اللي هي مكونة الري في إطار الاستراتيجية أصلا اللي مطروحة من خلال ذراع القطاع اللي هو مشروع تطوير وتنمية الواحات من خلال مكونة الري، مكونة الأولى اللي في أساسية اللي هي قضية إنشاء الحقول ما يسمى الحقول والله النموذجية والله الحقول الجديدة. تم تدشين مزرعة الدبلجي تابعة لبلدية تيجيجه، مزرعة مساحة 100 هكتار، وطبعا المستفيدين منها 400 أسرة من الناس اللي أكثريتهم ما كانت عندهم فرصة أنهم يتملكوا النخيل، وهي فرصة نختار نقول على من الفئات الهشة ومن اللي وفيه جانب ثاني نعرف أنه خلال السنوات الأخيرة
فعلا بلديه والله وقع ولايه تقانت كامله وخاصه مقاطعه تجيجه وبلديه تجيجه. الوالد تجيجه اللي معروف انه شهير بعينات من اصناف النخيل اللي معروف انها ذات قيمه اقتصاديه عاليه، انه شهدت فعلا تدهور، وهذه كانت فرصه فعلا على انه على انه على انه تجدد هذه الاصناف طبعا على معايير اللي هي متعارف عليها دوليه، وطبعا اللي تنضاف لهذيك القيمه المضافه، وبالتالي اللي نضمن ان نجبروا انتاج وله يغذي السوق وله يخفف عن ذاك العجز اللي موجود عندنا على المستوى الوطني في اللي قالوا ماده التمور. بالتالي تم تدشين انا معالي وزير الزراعه كان دشن في بلديه تجيجه اللي بمنطقه الدبلقيك المزرعه اللي على مساحه 100 هكتار اللي مستفاده منها 400 اسره، وكيف قلنا انها فيها اسر لاول مره ما كانت عندها فرصه انها تمتلك النخيل عن طريق ذي المقاربة عن طريق المكونه الاولى من البرنامج اللي تم فعلا. هذا في المحطه الثانيه كانت في بلديه المجريه مولي، ونفس الشيء كانت فيه مزرعه للنخيل والخضروات على مساحه 25 هكتار، واول مره مولي استفادت هذه البلديه بلديه المجريه اللي عاصمه المقاطعه لاول مره مشروع من الحجم، واللي استفاد منه 90 اسره، وبدات عمليه الغرس، وطبعا عليك المعايير اللي هي الفنيه المتعارف عليها دوليا لزراعه النخيل والخضروات. وبالتالي طبعا نختار نقول ان هذه المزارع فيها مكونات اللي هي مكتمله. طبعا المشروع يحرص من خلال مكون الدعم الريعي على انه يحفر الابار الانبوبيه ولا الابار الارتوازيه، وجهزها بمضاخات تعمل بطاقة الشمسية، طبعا بدءا بالاستصلاح المساحات وحدقها بوسائل الحدق بالسياج اللي مهم، وطبعا إقامة الخزانات الضرورية، ويوفر ملي شبكات الري الأساسية اللي طبعا ترشد أساسا الري بالتنقيط، وبالتالي نظام مكتمل. المحطة الثانية المهمة اللي كانت اللي هي بلدية تيشيت في إدارة التحضيرات اللي مقامة للمهرجان مدائن التراث هذه السنة، فعلا كانت المحطة المهمة الثانية اللي هي بلدية تيشيت، وشاف معالي وزير الزراعة تقدم الأعمال لري واحة الواد تيشيت بكامله على مساحة 50 هكتار. كان البرنامج نفذ فيها حفرة 11 بئر ارتوازي، 8 منها بلدية تيشيت واثنين بمنطقة أغريجيت التاريخية، وحفر بئر ثاني اللي هو بلدية بمنطقة النمادي. شاف تقدم الأعمال فيها 50 هكتار اللي هي على واحة تيشيت، بالإضافة لإقامة حق النموذج 10 هكتارات ملي بتيشيت، وبالإضافة ل 10 هكتارات في منطقة النمادي، وبالإضافة أيضا ل 10 هكتارات ثانية بلدية أغريجيت. هذه طبعا كلها اللي تقام بنفس النظام بنفس الأسس الفنية المتعارف عليها. ياكنا فعلا المستوى في إطار برنامج شامل. سيد محمد يحيى، ما واقع الواحات على مستوى ولاية تقانت اليوم، وكيف كانت خلال السنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. أنا بداري أنتهز الفرصة لأشكر التلفزيون الوطنية على إتاحة هذه الفرصة، ونختار نقول على أن هذه الاستثمارات اللي ذكرها المهندس على مستوى تقانت وعلى كيفتها مماثله في الولايات الاخرى الخمسه الواحاتيه اللي تدخل المشروع، على انها كانت من الضروري انها تعود عندها تنظيمات ترعاها وتصونها اياك تعود، لان كثير من المشاريع اللي استثمر ياسر من الاستثمارات يتلاشى مع مشي المشروع. وكان مهم ان تخلق تنظيمات تعود باقيه تصون هذه المنشات وتسيرها تسيير حسن وتستفاد من السكان. وهذا هو اللي عد المشروع الواحات في الثمانينات والتسعينات، ابدا يعدل هذه التنظيمات اللي هي الرابطات على مستوى الواحات. وهذه التنظيمات موجوده منها في تقانت فعلا عده رابطات، وهي رابطات عند الاتحاد الجهوي، وهذا الاتحاد الجهوي ايضا هو عضو الاتحاد الوطني للرابطات الواحاتيه.
وكان مهم هذه التنظيمات لأنها هي اللي يصون هذا العمل وهي اللي ترعاه وأطرى على اللي ينقال له التسهيل الإداري والمالي. بالنسبة للواحات على مستوى تقانت كيف قال المهندس، واحات تعاني من مشاكل، منها نظرة المياه، ومنها لأنها واحات قديمة، غرس قديم وعادة متهالكة، والأصناف منها الجيدة بدأت تنقرض. وفعلا هاي المواكبة اللي عاد المشروع بتعدال واحات نموذجية جديدة مهمة جدا وضروري لهذا التنظيمات اللي قلنا إياك تعود ترعاها إلى فات المشروع لأنه فات مرحلته، تعود موجودة تنظيمات ترعى هذه المنشآت وترعى هذا النوع من الاستثمار وتوظفه لصالح السكان المحليين والفقراء إياك يستفيدوا منه. وعلى هذا الأساس نختار نشير على أن الدولة قامت بمجهود مهم على مستوى تنظيم الواحاتيين على مستوى الولايات، بحيث أنها خلقت لهم قانون خاص بالإنقال والتسهيل التشاركي، هو القانون 016-98، وعدلت رابطات على مستوى كل واد، كانت في معايير لاختيار الواد بحيث أنه يعود فيه كثافة من النخيل ما تقل عن 1000 نخلة، وتعود فيه الكثافة المولية للسكان ما تقل عن 100 أسرة، وعود فم انسجام بين السكان ورغبة في أنهم ينسجموا في تنظيم هذا السكان. ينظمهم المشروع في رابطات، هذه الرابطات مولية للقانون يخولها منها في مرحلة من النضج تعد الاتحاد الجهوي، وفعلا موجودة راك اتحادات جهوية في أدلار وفي تقانت وفي العصابة والحوضين، وموجودة على مستوى الوطني اتحاد وطني، وهذه المنظومة فعلا هي تشتغل مع المشروع واشتغل مع عدة مشاريع اللي هي ما هي خاصة مشروع الواحات، هي تنظيمات يخولها القانون أنها تمارس التنمية المحلية على مستوى الواحات وتتعامل مع جميع المشاريع الدولة والمستثمرين سواء الوطنيين والأجانب من أجل استثمار في الواحة. ممتاز. تحدثت عن أنه لابد من 1000 نخلة ومئة أسرة من أجل أن قد يخلق اتحاد، هذا كحد من أجل تخلق رابط، هذا كحد أدنى، كحد أدنى. أدنى كان ذا خالق في المناطق الخمسة الواحاتية والله بدي جميع الواحات اللي شكلت فيها رابطات موجودة في هاي المعايير فيها الصقاع اللي يزيد الواد قاع يعود 15 كيلو من النخل، يقر أحد أدنى ما يلا يقل عن 1000 نخلة، ولا يلا مولي الأسر تقل عن 100 أسرة، وعود مولي فهم استجاب بين السكان، وعود مولي فهم وسط يقدر يخلق فيه الاستثمار، معناها فهم استثمار يقدر يصح، معناها فهم الماء وفهم تنمية موجودة. وهذا القانون يراه يخول للرابطة أنها تمارس الأنشطة كاملة في الواحة، سواء كانت تنمية الحيوانية، سواء كانت نخيل، سواء كانت زراعة مطرية، سواء كانت بيئة، هذا كامل تمارسوه الرابطة يخولها القانون بأنها تعدية المسؤولة عنه. فهم جانب أخر نختار الشر لهم ولعنا للمشروع، وفر إلى جانب هذا صناديق للقرض. صناديق القرض هي أهمية أنها توفر للسكان قروض محلية على شراء بعض البذور والمعدات الخفيفة وماكينات الضخ، وهي الصناديق مسيرة من طرف السكان المحليين أنفسهم، بحيث أن السكان يقدموا مشاركة والمشروع يدير لهم عليها قد 3 مرات سلفا بدون فوائد، ويسدوها على 10 عمان في الخزينة الوطنية. وهذا مودي الصناديق سدت عن هذه الديون كاملها وبدت تستثمر، بعضها بدأ برأس مال 3.4 ملايين، وعاد ذاك الآن استثمار فيه 25 مليون، ويعدل بها استثمارات على مستوى الواحات. هذا أيضا من شقة المشروع في هذه المرحلة اللي الماضية. جميل. سيد حضرامي، ما هي أبرز تدخلات مشروع تطوير وتنمية الواحات على مستوى تقانت حتى الآن؟ جيد. نختار نرجع شوي للاستراتيجية اللي عند القطاع لتطوير وترقية الواحات، إنها فيها في إطار المرحلة اللي نحن فيها من برنامج تنمية مستديمة للواحات اللي هو مشروع تطوير وتنمية الواحات. البرنامج فيه سوف يتم استصلاح 2000 هكتار من وذاك الإطار اللي الولاية استفادت من الحصة الخاصة بالولاية اللي هي حدود 600 هكتار، تم إلى حد الآن استصلاح ما يقارب 400 هكتار في إطار ذيك لإنشاء ذيك الحقول النموذجية. وطبعا
عجالة اللي نقول علينا الاستراتيجية فيها أربع محاور اللي هم مكونة الري الأولى الأساسية اللي هي إنشاء هذه الحقول النموذجية وصيانة الواحات القديمة، ونختار شوي نعلق على قضية الحقول النموذجية ياك المشاهد الكريم يفهم لماذا هذه الحقول النموذجية إنها وركز عليها به اللي طبيعي علنا عندنا والله بعض من المعروف إنه عندنا عجز في مادة التمور سنويا يقدر ب 15,000 طن، إنتاجنا في حدود 24-25,000 طن سنويا وعندنا ذاك العجز في حدود 15,000 طن، وبالتالي المزارع الصولة الواحات اللي للأسف اللي موجودة أصلا تم غراستها على حافة الوديان ولا موجودة طبعا لأنه مساحات قاع إياك أنها يخلق توسعة لهذه الواحات، ومردوديتها مع الوقت قلت نتيجة لقلة تساقطات المطرية خلال العقد ولا العقود الأخيرة، وبالتالي إنتاجيتها قلت ولات لا فيه إمكانية أن يخلق ملي توسعة على مستوى هذه الوديان. كانوا اصلا الناس اللي زرعوها يلودوا للمقريم من حاشيه البطاح وقريم طبعا المياه السطحيه اللي قريبه، ومع الوقت تغيرت الظروف المناخيه وبالتالي عادت المشاكل موجوده، وبالتالي لا ما فيه يكون لان تخلق توسعه خارج هذه الوديان. ايوه وياك نصنا يحقق المراد وياك نجبروا النتيجه ونسدوا ذاك العجز على المستوى الوطني، هو اللي ارتاع القطاع على انه يعدل يلوذ البرنامج يستصلح فيه ان نزرعوا نعدلوا واحات جديده غرس جديد توسيعه على حافه الوديان، وبالتالي طبعا بس الحاله قد التجبرويه كانت اصلا ما خارج لا المساحات موجوده خارج الوديان الوديان التقليديه هو اللي شيئا ما يلاحظوا الناس بعض المستفيدين يقولون انها تعود ما هي متعودين الا على الواحه انها في وسط الواد، والله ان هذه توسيع عليه نتيجه على ان الواد اصلا هو على الواد اصلا القديم لحافه البطاح وقريب ولهم مساحه ضيقه، وبالتالي لابد من توسيعه خارج الوديان. والنقطة هون الأساسية على الملي لأن لابد أن إياك أننا نسدوا ذاك العكس، لابد أن نلودوا الأصناف اللي هي جيدة، أصناف اللي هي اقتصادية، وللأسف معروف أن أكثرية الأصناف المحلية الموجودة ما هي أصناف قابلة للتدمين، معناها أنها أكثريتها موجودة في بعض الإحصائيات تقول أن فيه في الواحات الوطن فيها 100 أكثر من 128 صنف، والله 100 وأكثر من 120 صنف، وأكثريتها كاملة اللي منها قابل للتدمين اللي هي عودة أقل من 10، وبالتالي كانت المقاربة فعلا من القطاع أنه هذه الشعبة اللي قالها شعبة التمور أنه طبعا خاصة بذاك التمييز اللي إيجابي اللي هو شنه أنه يواكبها من مرحلة توفير البذور إلى مرحلة تدمير الإنتاج، وهذه هي مكونات المرحلة الحالية من برنامج التنمية المستديمة للواحات، أنه يبدأ أولا بتوفير البذور اللي هم الفسائل اللي هم تناقل، وهون نأكد النقطة ان المزارع النموذجية كانت الهدف وكان البرنامج على انه جميعها يتم غرسها الا من ذيك الاصناف الجيدة عن طريق توفيرها من المختبر اللي التقنيات وامراض النخيل، انه يعود المرحلة اللي يبدأ فيها غرس هذه ويبدأ فيها زراعة هذه ويبدأ فيها انجاز هذه الحقول النموذجية، يعود عندنا كميات متوفرة من آلاف من التناقل من آلاف من الفسائل اللي ذات قيمة اقتصادية. هذا هو اللي كان عليه البرنامج، وللأسف خلق تأخر في عملية الإنتاج على مستوى المختبر وبعد مرحلة متقدمة، وبالتالي دول وفرنا مع الوقت كميات هائلة من الأصناف كان المفروض يكون معنا حد من المختبر يقولنا المرحله راك اللي وصلوا هم فيها، يا غير المعلومات اللي عندي بعد لانه في المراحل النهائيه وانه خلال غرف ما كان عاد سنه ونص ان الدور توفر لنا الفسائل اللي مطلوبه عاد من السكاني ومن احمر ومن مهبوله، هذه الاصناف اللي متعارف على انها اصناف انها قابله للتدمير وانها اصناف جيده. تاني نرجع نقول انه فعلا القطاع انه كان مواكب هاي الشعبه وفر لها والله بعد اعطاها خاصه بالتمييز انه يدعمها عن طريق المشروع، وبالتالي تم انشاء ذاك المختبر وفي المرحله اللي هي الثانيه اللي فيها المرحله الثانيه صار اللي هم اللي توفير
هذه والله إقامة هذه الحقول وصيان تملي الحقول القديمة به اللي ما هي الحقول القديمة ما فيها إنتاج وإنتاج مهم وتقول إنه نسبة 24,000 طن سنويا. وفي ذاك الإطار توفر عدد هائل من هذا اللي قال البطاقات الشمسية اللي المضخات تعمل البطاقة الشمسية اللي تخفف على طبعا على كاهل المزارع تخفف عنه تكاليف الإنتاج ووفر منها 1000 مضخة لصالح المزارعين بالإضافة للبرنامج اللي دار قيد الإنجاز اللي هو البرنامج الخاص بالوديان الكبار. رفنا عندنا 4 وديان كبار هما أكبر وديان الإنتاج على مستوى الوطن اللي هو محيرث وسقليل وواد قر وواد تججة. هذا طبعا كلهم عنده برنامج خاص بواد تججة بدأت فيه عمليات الحفر الري الواحة كاملة في إطار صفقة فيها 20 بئر ارتوازي والآن الحفارات الآن في واد قيرو يحفروا وجاري تنفيذ هذا البرنامج حيث أن إياكنا نسترده فعلا ونحافظ على صيانة هذا الواد به اللي من أكبر وديان الإنتاج. وبالنسبة لسقليل ومحيرث هم اللي طبعا الأمور متقدمة والاتفاقيات طبعا تم توقيعها في إطار ملي برنامج اللي يتم فيه حفر 30 بئر ارتوازي على مستوى سقليل و30 بئر ارتوازي على مستوى محيرث وكلهم طبعا اللي يوفروا فيه الخزانات الضرورية وشبكات الري ان نسترجعوا هذا الوديان الوادين الكبيرين من اكبر بالإضافة للبرنامج الملي اللي خاص بواد تيجيكجا اللي قلت قبيل انه مسرعة الدبل قلنا لا توسيعة تعتبر الواد تيجيكجا غير الملي واد تيجيكجا القديم فعلا اللي يتم توفير الملي ذيك الآبة كميات من المياه إن شاء الله نجد نزبره كميات مياه المياه اللي تصون إنهم اللي الواحة الواحة الوات تيجيكجا. كنت نقول إنه في المجمل إنه استصلاح ذيك 2000 هكتار إنها مقسمة على الولايات الواحاتية الخمسة كلها طبعا حسب كميات المقاربة اللي اتخذت إنه حسب كمية الواحات اللي موجودة كمية عدد النخيل اللي موجودة معروفة إن الواحة ولاية أدرار هي أكثر فيها حدود 1,000,000 وتالبها ولاية تقانة حدود 700 والعصابة حدود 600 على 500 والحوضين بالنسبة غل هذه هم كلهم استفادت من مساحة معينة من ذيك الاستصلاحات. وبالتالي نقدر نقول إنه هذا لحدنا المرحلة اللي احنا فيها إنه نتائج مبشرة والمزارعين الناس كاملة استفادت إذا خرصنا لمستوى ولاية العصابة فيها طبعا مزرعة من المزارع الكبار اللي مزرعة المبرك اللي هذه السنة الحمد لله مزارعين لأول مرة بدؤوا يزرعوا الخضروات على نظام البيوت المحمية وفي هنا الحمد لله نتائج مبشرة. وهذه هي الثقافة اللي نختاره فعلا الناس انها تتبناها والقطاع الخاص قاع انه يتبناها وانه يستثمر فيها به اللي الى تمينا لا نقبل ونسرعوا فسائل والله نتناقل ما هي ذات قيمة اقتصادية مقابل شيء اللي تملا مطروح المشاكل. وبالتالي مقاربة عندنا انه ولو في مناطق الشرقية هذه المساحات الزراعية وهذه اللي تستصلح لابد لها من ضاف فيها كميات من الفسائل ذات قيمة اقتصادية مهمة ياكن نسد ذاك العجز. المكون الثالث اللي هي قلت قضية البحث والارشاد اللي كان اللي في اطارها قلت المختبر واللي يتكلم عنه الرئيس الوطني الاتحاد انه في المشروع حرص على انشاء ملي قاعده انشاء شبكه ارشاد ملي على مستوى هذه مناطق الواحات من مهندسين منعشين مختصين في مجال زراعه الواحات وزراعه النخيل طبعا يبقوا قائمين ومستفادون منهم الرابطات التسيير التشاركي اللي كان يتكلم عنها. والمكون الاخير اللي هي تذميل الانتاج في اطار وحده تذميل الانتاج اللي هي شركه امور موريتانيا حاليا واللي طبعا نداء ملي للخصوصيين على ان انهم هذه هو مثال ذاك هو واضح على انه لابد من اياك يخلق نقدوا نسد ذاك العجز لابد من يوفروا عندهم ملي وحدات حفظ وتعليم في مناطق الوطن الثاني اذا هو المثال عاد واضح انه ممكن. وهذه طبعا احنا عندنا الشركه توسعتها هي كانت تصل الى 500 وللان توصل ل 1000 وذلك فرصه ملي القطاع الخاص انه قد لا هو حتى هو ملي لا يعاون ما دام ما فات القطاع الخاص تدخل في هذه المكونه واستثمر فيها اللي يتم لهم عكس. ممتاز سيد الرئيس حدثونا عن نوعيه علاقتكم بالقطاع الزراعي بشكل عام وعن بالمشروع تطوير وتنميه الواحات بشكل خاص. بالنسبة لنا المشروع احنا عضو في لجنة التوجيه والإشراف على المشروع. ذيك اللجنة فيها قيادة وزارات
قطاعات تتعلق بكيف وزارة المياه، واحنا الاتحادات على مستوى الجهوي الأربعة، كل اتحاد عضو في كل لجنة التوجيه والإشراف على المشروع. معناها أن برامج المشروع تعدل كاملة، احنا نشاركوا في إعدادها وتنعرض علينا ونوافقوا عليها ونصادقوا عليها، لأنها يالا تعود نابعة من وجهة نظر السكان وحاجياتهم ومشاكلهم. ونختار نقول هنا على نهاية رابطة التسير التشاركي، إذا المعنى له على أن البرامج اللي تعدل مع اللي تعدل على المشروع ما يجب معلبها معدله وحده، معناها على السكان الرابطة يجمعوهم جمعية عامة يطرحوا مشاكلهم ويرتبوها حسب الأولويات، والمشروع اللي أنت يتدخل الحل ذيك المشاكل حسب الأولويات اللي فاتوا رتبوها الرابطات على مستواهم الجهوي. هذه المشاكل تولي أيضا يصادق عليها في لجنة جهوية على مستوى الولاية رأس الوالي، وذيك اللجنة الجهوية ترفع محضرها للمشروع، وبالتالي إحنا كممثلين لهم نتابعوها مع المشروع إلى أن تعدل يتم إنجازها. هذه العلاقة موجودة بين نحن والمشروع، كذلك الوزارة علاقتنا بها عن طريق المشروع عن طريق الوزارة مباشرة به. المشروع مرحلة ويوفو، وإحنا علاقتنا بالوزارة عن طريق المندوبيات الجهوية على مستوى الولايات وعن طريق المستوى الوطني هون مولي الإدارة الشعب وإدارات كاملة اللي في الوزارة، كل قطاع منها عندنا به علاقات ونناقش معاهم ونطرح عليهم المشاكل اللي نعانوا منها، والمتدخلين اللي المشاريع اللي تابعة للوزارة أيضا ينسقوا معاهم على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني في نطاق تنمية الواحات. ونختار هون نقول على أن الواحات الناس تشك على أن الواحات أن لا نخل، هي الواحة عبارة عن نظام اقتصادي موجود في الواحة، سواء كان تنمية حيوانية سواء كان بيئية سواء كانت أي تنمية على مستوى الواحة، معناها على المسؤول عن هذه الرابطة بفعل هذا القانون، وجميع المتدخلين من هذه القطاعات اللي هي هم يالله يتعاملوا مع الرابطة حسب القانون، وهي فعلا موجود ومتعاملين معها وهي من أجل تنمية الواحة. لما تحدثتوا عن أهمية هذا التشارك بينكم أنتم والقطاع وبينكم أنتم المشروع في إطار لجان ونقاشات مستمرة، إذا هذه المشاكل المطروحة اليوم للمزارع الصغير من يتحمل مسؤولية عدم تدخل فيها القطاع والمشروع؟ بالنسبة للمشاكل المطروحة، ما دمتم أنتم هم ممثل المزارع، بالنسبة للمشاكل المطروحة للواحات أهمها هو مشكل مياه. مشكل مياه الحقيقة مشكل عام الواحات كاملين، بين الواحات موجودة في مناطق بعيدة ما هي عاش نهر، وبالتالي تتعرض المياه للسحاب، وبالتالي كانت فترة الجفاف اللي خلقت ندرة مياه وقضت البحيرة مولي بها الاستنزاف الجائر للماء عن طريق المضخات اللي كانت تعمل بالجزواء، وسابق تدخل المشروع بهاي الطاقات الشمسية اللي بدأ يخفف شوي، كذلك مولي هاي وحدات الري الجماعي اللي بدأ المشروع يعدل بدأ تخفف من مشاكل مي المياه، به اللي كان كل حد عنده بيرو وحده ودار عليه مضخة، كثرة الآبار وأدى هذا الملوحة وأدى مي المياه أنها بدأت العيون اللي كانت تنقلب بالقدح بدأت تقضي لين عادت 20 وجه. إذن هذه عاد لابد من تدخل، وهذا تدخل اللي عدل المشروع اللي عن طريق السدود لتغذية البحيرة، وعن طريق كذلك هم اللي هاي المضخات اللي تعمل بطاقة الشمسية اللي ما تستنزف الماء كيف تستنزف ذوك الماكينات اللي بالجزواء، هذا كامل خفف. لكن المشاكل كثيرة جدا، ولا وبعض المشروع قد نقول لك عنه ذلك قالوا مشاكل مياه ما قد قاعد يحل وحده، باللي يطلب حفارات تمشي إلى أعماق بعيدة، وإحنا اللي عندنا هم منها ما يتعدى تقريبا 100-150-200، بينما إحنا عندنا في الدول المجاورة فيها حفارات تمشي إلى 2600 متر في الجزائر وفي المغرب وبلدات أخرى، معناها عن ذي الحفارات اللي نراونها شيء يقدر يحل لنا بعض المشاكل المياه. كذلك احنا طرحنا كمستفيدين اعلنا لماذا ما نستفاد من مياه النهر، لماذا ما يمتد انابيب للواحات قانت وادرار في الشمال يمتدوا من مياه النهر نستفادوا منها، ليش ما يفكر في هذا المشروع مشروع عملاق، والله لو فكر في حفارات كيف يقدر تصل الى اعماق البعيد هذا يقدر يحل لنا مشاكل المياه، ما حد ما خلق هذا ليتم مشاكل مياه لا مطروحة. وقطعا المشروع يستنزف فيها ياسن فضل بلي عدل تنقيب، والتنقيب ما هو ضامن عن كمية الماء موجودة، وينحفر ويعي ما يجبر فيه الشقاع لا يسقي مد، وبالتالي هاي يعود خسرت فيه قدر من المال
وهذا يعاني منه نعانيه احنا منه كسكان ويعاني منه مدى المشروع اللي متاخر فيه الاستثمار. جميل. سيد الحضرمي، متى ستشرعون في استغلال مياه النهر كما تطرق لذلك سيد الرئيس، وايضا اقتناء حفارات تصل الى الاعماق ما دامت المياه وصلت الى الاعماق؟ طيب شكرا. لحد الان فيها 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 تجربه. طبعا انا ضم صوتي للرئيس لان المشاكل المطروحه، بالاضافه النقطه اللي ذكرت قبيل لقضيه ندره الفسائل اللي اصناف جيده، انها نقطه المعضله الاساسيه اللي هي قضيه توفير المياه الري، وعندنا وخاصه في المناطق الشماليه، المناطق الشرقيه تعود شيء ما مطروحه فيهم ندره المياه، اللي المياه الحمد لله متوفره وموجوده، وخا المناطق الشماليه اللي اساسا مطروحه فيهم المشكله بحد. وبعد خلال الفتره الاخيره خارج فيه تقنيه المتطوره للتنقيب اللي هي لها توموغرافي، بدي من المعلوم ان اكثريه مناطق الواحات ما فيها بحيرات جوفيه، اللي موجود فيها المياه الجوفيه الموجوده لها في اللي قالوا الشقوق والفوارق، وطبعا نسب ملي اللي كمياتها تبقى نسب محدوده، غير بعد الحكومه عاكفه على انها تعدل التنقيب المتطور حتى قاع بالاقمار الصناعيه عن طريق وزاره المياه، وتعود الله فيه مبشرات فيه مؤشرات ايجابيه على انه ولحد الان بعد هذه التقنيه اللي ذكرت لكم اللي هي المشروع جرب في مناطق كانت فيها المياه شحيحه والله يعني ميؤوس منها، المنطقه اللي ذكرت لكم قبيل المنطقه اللي معالي وزير الزراعه في تقانت كان مدشن فيها مزرعه 100 هكتار، هذه الى الامس القريب كان ميؤوس انها ينجبر فيها كميات مياه جوفيه، وعن طريق التقنيه انجبرنا تم حفر 19 بئر ارتوازي فيها. منطقة الطوازم اللي بمقاطعة أطار، مناطق اللي أدرار اللي السنوات الأخيرة تأثرت جدا بنقص المياه، وللأسف مئات والله ما نقول الآلاف من النخيل طبعا تم فقدها في منطقة الطوازم. بهذه التقنية وفرنا ملي قدينا نحفروا قريب من 15 بئر ارتوازي، طبعا بمعدلات وبنسب كميات من المياه نقدر نقول انها معقولة، فيها شيء بتتراوح من 9 ل 10 وفيها بئر وصل الحدود 53 متر مكعب، وده من الامور النادره في المنطقه، الى ما نقدر نقول قاع انه نادره منطقه ادرار عموما ان يجبر بئر بسعه 53 والله بحدود قاع اكثر من 20 متر مكعب. وبالتالي قلت لكم هذه يعني الحكومه عاكفه انها تحل القضيه، تحل القضيه عن طريق هم التنقيب بطرق متقدمه، وفي طبعا في البرنامج اللي فعلا في قد طبعا وسيله ان توفير مياه الشمال، وذا مطلب كان انه يقدر يستفادوا منه مناطق الواحات خاصه المناطق الشماليه. ونرجع نقول المعضله الاساسيه طبعا مناطق الواحات اللي قضيه توفير المياه الري، توفير المسائل ايضا قابله للتنقل. على ذكركم في حديثكم السابق لهذا عن الابار الارتوازيه، من دراسه الابار حفرها من تولى، هل هو المشروع ام عن طريق مؤسسات اخرى؟ لا، المشروع هي المقاربه واضحه، كي ذكرت لكم ان الشعبه انها في القطاع خاصها بتمييز خاص انه الدعم يوفر للمزارع من 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 بدايه من اللي هي البذور اللي هي الفساي وحتى تدمين الانتاج، معناها زاد الهدف كان ان نوفروا الفسائل من النوعيه الجيده، ولحد الان في المرحله اللي نحن فيها ما دام تلك الفسائل ما فات خلق انتاج منها عن طريق المختبر، مزارع اللي هي تستصلح له الى اما القطع هذه المساحه اللي هي تعد تقام عليها المزرعه النموذجيه مثلا، اما ملكيه عموميه مثلا اللي تعطيها الاداره لهالمشروع للمستفيدين وتم اقامه عليها الحقل، والله ملي ملكيه خصوصيه اهل القطعه والله اهل المساحه اللي هي يتنازلوا عنها عند موثق العقود الرسمي، وبالتالي اللي يتم استصلاحها عقب ذاك من المشروع يبدا باستصلاحها واقامه عليها المسا، اقامه عليها حدقها وتسجيجها طبعا، واقامه عليها شبكات الري وحفر الابار الارتوازيه واقامه الخزانات، هذا كله يتولاه المشروع. مستفيدين عليهم فقط انهم هم يوفروا الوسائل، يوفروا هم الفسائل، يجيبوا هم تناقل هذا هو للمستفيدين. طبعا حتى عمليات الارشاد وعمليات مواكبه عمليات الغرس هذا يتولاه الفنيين المشروع، هم اللي يواصلوا ويحرصوا على ان العمليات الغرس
وعمليات ما بعد الغرس ومواصلة العناية بالنخيل من إضافة له بجميع. ولكن نقول لكم أن فيه شبكة من الإرشاد الزراعي، فيه اتفاقية مع المشروع واتحاد الرابطات الجهوية، أنه فيه شبكة من الإرشاد تتولى واللي طبعا تنفيذ هذه المشاريع، وحتى أنه فعلا وبدأ الإنتاج الحمد لله. السنة الماضية كان فيه بداية مشجعة للإنتاج، خاصة في الحقل الكبير اللي في أدرا اللي في تير تصدر اللي بدأ فيه الإنتاج، وطبعا المؤشرات جيدة علينا. فإن الحمد لله الفترة قريبة من توفر الوسائل وتواصل في البرنامج اللي الهدف منه إن كنا نوصلوا الغرس في المرحلة اللي نحن فيها، غرس 300,000 نخلة، إنه يتواصل البرنامج وإنه خلال سنوات قريبة إن نحدوا ولا نقضوا على ذاك العجز اللي عندنا على مستوى مادة التمور. نختار هون نقول إنه في الإطار على إن جميع المناطق الواحات انها استفادت من هذا الدعم. الى تينا مثلا نشوف ولايه ادرار، جميع مقاطعات الولايه استفادت من هذا، من وادان، من بلديه مقاطعه وادان استفادت من البرنامج، استفادت من حقول النموذجيه، واستفادوا من دعم الواحه القديمه بمنطقه وادان ومنطقه اللب. مقاطعه تشيت نفس القضيه، تم اقامه فيها الحقول النموذجيه وتم توفير حفر الابار ارتوازيه لواحه الشنقيط القديمه. وجاري ضرش تكلف البئر الارتوازي الواحد، ومن درك كان مالي المشروع عند من الطواقم البشريه والفنيه الكافي لعمل كل هذه الابار على المستوى الولايات الواحاتيه. هو تنفيذ المشروع على هو قلت لكم انه ذراع الوزاره لتنفيذ هذه. طبعا يتم الاتفاق مع شرائك خصوصيه متخصصه في تنفيذ هذا الحفر هذه الابار. تختار نكمل على ان اذكركم على ان الحمد لله ان مناطق الواحات كامله استفادت. بلديه مقاطعه توشفت اللي هي المنطقه الكبرى للانتاج في الواحات في الادرار استفادت كامله، من منطقه ازويقه للمداح للتيرابان للقليتات لاوشفت الجيشان اللودي، هذه المناطق كامله كلها استفادت من اقامه الحافه الابار الارتوازيه، بالاضافه لمنطقه اسم الاطار منطقه مقاطعه اطار اللي تم خلق قاع منطقه، والله نقول انه منطقه بلديه عينه للطائع استفادت من كميه ما شاء الله مساحات كبيره، وتم اقامه عليها مجموعه بمنطقه المعذر ومنطقه يقرف ومنطقه تيدرس. هذه المناطق كانت كلها كامله لأول مرة يتم فيها حفر آبار ارتوازية وتم إقامة عليها هذا، وهذا عاد نموذج للناس أنهم بإضافة طبعاً لك المنطقة اللي كنت أتكلم عنها اللي هي مولي بلدية الطواز اللي جاري الآن فيها إقامة مزرعة كبيرة على مساحة 100 هكتار وفي إطار 15 بئر ارتوازي. هذه مقاطعة أطار هذه هي جميع البلديات وجميع مناطق هذا كلها استفادت، كلها فعلاً حسب تمويل المشروع. حتى إن شاف أن فيه مشكلة مولي النوعات مشكلة ملحة المناطق الانتاج الكبار اللي هم واد سقليل واد محير ما كانوا اصلا قاع في البرمجه انه الدعم كان لا على هذه اقامه الحقول النموذجيه، تم اقتطاع جزء من تمويل البرنامج اياك انه يعد عليه برنامج استعجالي لصالح واد وسقليل ومحير الى اكس مقاطعه تقل بهذه هذا الحاح من المستفيد. هذا نقول انه واد محير هو كان اكبر واحه الانتاج فادرر وسقليل على اكتاف، وبالتالي خلال الفترة السابقة هذه السنة اللي الحمد لله كانت فيها تساقطات مطرية مهمة كانت مشكلة حقيقية أن وادي محيط ما تليجي منه إنتاج، وبالتالي هذه قطعا تم اقتطاع جزء معين من تمويل البرنامج لإنقاذ السقليل ومحيط. هل أثر عليك المشروع؟ هاي ضرورة، هو البرنامج كان لا واعدوا فيه اللي قلت لكم مكونة قبل مكونة دعم الري أن فيه جزء خاص بالواحات الواحات القديمة. طبعا قدعود ما هو الدعم، احنا دعمنا انه فعلا نوفروا ان اقامه الحقول الجديده هو اللي هي يسد لنا العجز، هو اللي نعدلوا هذه الحقول الجديده، طمنا نعود عندنا وحدات انتاج دائمه به اللي مقامه على مياه موجوده دائمه، مياه جوفيه مستمره، ما هي بحاجه لك الماء السطحي الى ما شاءت قل التساقطات المطريه اللي نرجعوا مالي لنفس الدوامه الثانيه. وهذا اللي نقول لكم المشاهدين المزارعين الكرام اللي في ادرار يعرفوا نتكلموا عنه، اللي وصلوا مرحلة من المراحل السنة قبل الماضية منطقة وادان وطلبة حكما جميع العيون جميع الآبار اللي التقليدية اللي ما فيها انضب، وبدأت شيء ما أثر اللي ما هو منطقة شنقيط وحدها منطقة وإجزاء من أوجفت مناطق أدرار الثانية كاملة عمها
يعني الحمد لله جات فعلا هاي التساقطات المطريه الاخيره وعاد فيه يغرم ملي هدف من اقامه الحقول نعود عندي وحده انتاجيه دائمه الزمن كامل. ولا ننسى جزء ثاني مهم اللي هو قضيه زراعه الخضروات، ان الحقول كلها كامله حسب كميات المياه الموجوده في الولايات من المناطق الشرقيه، الحقول تخصص منها 15 الى 40% من زراعه الخضروات، بهذي كميات المياه موجوده اكثر بالنسبه لتقانت من 15 ل 20، وبالنسبه لادرار معروف انه المناطق انه المياه اقل تخصص 10% من المساحه المستصلحه لاقامه هذا الخضروات، وبالتالي هذه مقاربه وياك انه فعلا مصدر من درا على شكل على ذكر الخضروات من درا كانوا بشكل موسمي والله زمان كان لا الخضروات هو الهدف هو السؤال جيد به اللي الخضروات قد يتم زراعتها على مدار العام كامل. طبعا هو نتكلم عن الحمله الشتويه اللي هي الحمله الطبيعيه، الحمله الصيفيه قد تقام فيها انجاب البذور وتوفير البذور المهجنه البذور الابريد قد يتم زراعتها، يا غير هذا اللي تم زراعته طبعا لا يعود عند المياه موفره ما نلقى الا بدانا في مناطق من العصابه باقامه اللي قالوا البيوت المحميه، والحمد لله نتائج مبشره منطقه جوك ومنطقه المبرك اللي من السنه الماضيه منطقه جوك تم فيها زراعه البذور المحميه زراعه تحت البذور المحميه في الخضروات، وبالتالي كان في تجربه فريده لزراعه الطماطم وشوبامي اللي الملفوف، وبالتالي هاي نتائج هذا هدف من الواحات النموذجيه ان عندنا ضيمومه ان نقدر نوفروا الخضروات ونقلوا فعلا من ذاك العجز اللي هو ياكلنا الهدف ذاك ان نوصلوا ذاك الاكتفاء الذاتي اللي هو هدف اساسي ومهم. و سيد محمد يحيى الاشكاليه المطروحه قال لك على ان المزارعين ندرى كانوا قادرين على توفير اللي قالوا الفسائل وخاصه تلك القابله للتثمين. بالنسبه للفسائل احنا فعلا المزارع هو متوالته الفسائل اللي خرصنا هما موجوده لا الاصناف اللي عندنا كيف قال المهندس ما هي تجاريه حتى اصناف تقليديه ولا نبذل فيها ياسر المجهود لا تعود لا ما هي منافسه خاصه ان فتحنا على العالم وعدنا نشاركه في المعارض الدوليه عن طريق المهرجان اللي عدل شهر اشتر الماضي مهرجان التمور جائزة خليفة شاركنا فيه، وبالتالي عندنا نشاركه معارض أخرى. معناها على أن طرحت لنا مشكلة الفسائل وطرحناها على الوزارة وجابرنا مع الوزير وطرحناها عليه وعدلنا طلب أن نختار فسائل تجينا من الدول المجاورة كيف مجهول ونجدي في المغرب، كيف بلحي في الإمارات، كيف دقلة نور في الجزائر، نختار هؤلاء صيف جينا من هالشيء. قطعا الوزارة جاوبت معنا وحسب علمي المعلومات اللي رأيت على أنهم بادئين ذاك في صفقة يعدلوا عناقر على الحدود مقدروسو ياك يعود يستقبلوا فيها هذيك الفسائل عن طريق خصوصيين رجال أعمال فتحوا المجال هذا استقبلوها اللي تعطي فترة 45 يوم تقريبا وتعود يتم فحصها عقب ذاك تدخل. هاي راجين هاي العملية أنها تعود سهلة وتعود موليه متناول الجميع بهذي اللي تعود قاضي الخصوصيين إله يزيد سعرها، لكن يعود يخلق لنا مشكلة اختار الوزارة تطرح العين البال ذاك وتدعم السعر اللي لا يجي تدعمه وياك يعود متناول المزارعين يعود وياك يقدوا هاي الحقول النموذجية اللي معدل المشروع تغذى بأصناف تجارية ذات قيمة جودة عالية ياك نعود نقدوا نستفاد منها أكثر، هذا مهم بالنسبة لنا. جميل. سيد الحضرامي، ما مستوى تقدم زراعة الخضروات خاصة خلال الموسم الشتوي المبشر لتوفير ما أمكن من الاكتفاء الذاتي من هذه النواة؟ الآفاق مشجعة اللي نقدر نقوله أنه السنة عن طريق الوزارة تم توفير كميات لا بأس بها من البذور ومن المدخلات في وقتها ومشجعة نقدر نقولوا النتائج المتوقعة عنها درع الله مشجعة به اللي فعلا أول مرة تم توفير هذه المدخلات في وقتها. طبعا تواصل الدعم من المشروع الدعم اللي كان يتوفر عن طريق توفير أيضا البذور في مناطق الواحات وتوفير الأسمدة، وبالتالي توقعات أنها تعود إلى من أحسن سنوات الإنتاج. وبالإضافة قلت لكم قبيل إقامة هذه استصلاح هذه المساحات استصلاح على المعايير الفنية يضمن فعلا أنها تعود فيها توفير القيمة المضافة، وبالتالي متوقعين إنتاجيا
انه مع انه في خلال السنوات القريبه القادمه انه لا يتغير يعود في الاحسن معدل انتاجيه الهكتار على مستوى الولايات اللي تم فيها زراعه الخضروات، وقطعا على استصلاح المساحات واقامته والدعم اللي ضغط الوزاره للسنه قطعا مهم جدا. وفي الاطار هون لابد من نشيد بالدعم اللي الوزاره اللي تم اقامته تم توفيره في مقاطعه قرو خلال ذاك القطب التنموي، وايضا الدعم اللي جاري ايضا في بلديه تامور تنعاش لزراعه الخضروات. معالي وزير الزراعه فعلا كان مر بالمزارعين في منطقه تامور تنعاش كيما خلق في مقاطعه قرو، وقطعا على انه تم توفير لهم للسنه الاول مره بذور اللي قالوا البطاطا لاول مره في وقتها بكميات مثلا هائله لاول مره، وبالتالي نتائج مشجعه. جميل بشان رفع نسبه تغطيه الاحتياج الوطني من التمور والخضروات، هل المزارع الموريتانيه اليوم او المناطق الواحاتيه الخمس قادر على توفير هذه الاحتياجات؟ لا، ما هي قادرة عليها فعلا. اللي احنا الواحات اللي عندنا ضارك حالا الواحات قديمة، وقطعا المشروع من ساعة اللي جاب المجهود ذلك قاول الارشاد من قداش من قد تنقيص اللي صعب على المزارع، تعودنا خلطوا فيها 40 عرش يقطع من نصها، وهذا لما يعدلوا ما يعود التمر جيد. هذا تنقيص عانوا منه المزارعين من قد انهم ما تقبلوا في البداية، وبالتالي وعدلت منه نماذج وفعلا بدأوا يطبقوا هاي التقنيات. يقال مولي الحقول النموذجية المعدلة فيها لا نفس الأصناف اللي عندنا، وبعضها مولي مازال قاعد مبارك معاه، وبعضها مازال النخلة تعرف ما انها لا تعدل هذا العام تثمر لك نفس معناها انه مازالوا فيهم فترة من الزمن ياك يعودوا قد عادة كم؟ تقريبا حسب النخلة حسب الحجم اللي اندارت به، اللي تندار نقولوا محولة معناها نخلعات كبيرة اندارت تقد تثمر نفس العام القادم الموالي، يا غير اللي هي قاعمة حدا ما لحق تقريبا من 10 عيمان يتم إنتاجها، ما حدا صغيرة يتم إنتاجها لا عادي، تلحق تبلغ 10 عيمان من كل عام تولد لا يعود إنتاجها عاد لا هي ارتفاع يسكن، لأن مولي تعدى مرحلة بعيد حتى بالعمر يبدأ مولي يتناقص. معناها أن في شبابها الحقول النموذجية ما زالت في شبابها ما فاتعات يعقد يعول على إنتاجها، والواحات القديمة اللي كانت عندنا قطعا ما تغطي نسبة الاحتياجات، وهذا واضح على مستوى الأسواق حالا. التمور اللي عندنا تونسية والجزائرية متوفرة في الأسواق، هذا دليل على أن منتاجنا ما فات عادي غطية، مع أن احنا مولي عندنا عادات، لأن التمر عندنا وإذا لبلح يسهلك زمن القياطنة يسهلك ثلثين منه رطب معناها بلح، لكن يصلح منه قليل نسبة الغالبية منه تمشي كاملة تسهلك رطب، بلي الناس تعدلوا معاش زمن القطن جي كامله وتستهلكوا، بالتالي معناها انه ما لنا كيف تغير. كل ما كان ما زاد الانتاج اكثر يبقى افضل وراء فعلا الانتاج يتوقعون اللي تعد هاي الحقول النموذجيه بدات تثمر كامله، معناها ان الانتاج لا يعود نقله نوعيه، وما دامت ما فاتت هي الحقول النموذجيه عاده انتاجها يدخل السوق على ذاك المستوى لا يتم الا الانتاج على القديم، خلق فيه تحسن نظرا للتحسينات اللي خلقت توفير ذيك الطاقات اللي خلقت والارشاد اللي خلق، يا غرم اللي ما فات عادي قد يغطي النسبة به اللي لا أدل على ذلك من المصنع التمور اللي يعدل اللي كان يا الله يستقطب 1000 هو قد جبر له 500 ما جبر حاجته اللي كان يلقد لها على مستوى الوطني. بالتالي احنا نطالب مولي أيضا من تعدل نقاط تجميع على مستوى الولايات الأخرى تغذي المصنع ما يعود لا مقتصر على أدرار وحده، يالطو فما شيء آخر في الولايات الثانية يفسد ويخسر، يالطو عدد نقاط تجميع في الولايات ياك يعود يجمع في ذاك الإنتاج ويعود يجي المصنع يغذيهم واللي مرة أخرى. يالله عدلوا من نقاط تجميع هاي يالطو عدم الوزارة، يالطو الوزارة تعد نقاط تجميع على مستوى تقانت وعلى مستوى العصابة والحوضين ما في المصنع، هاي نقاط تجميع يعود زمن القياطنة صار فيها ذاك الإنتاج وعود يقيس المصنع مباشرة، إياك يعود المصنع يجبر حاجته وعود ما إلى مناطق أخرى استفادة من وجود المصنع على المستوى الوطني.
سيد الحضرمي، قضية تغطية الاحتياج للطالب من التمور والخضروات فهم فيها مشاكل حقيقية كما تحدث لك عنها، وهذه من مسؤولية المشروع بالمقام الأول لأنه مسؤول عن تطوير وتنمية الواحات. ماذا أنتم فاعلون من أجل ضمان هذا الكم اللي يطلبه السكان الموريتاني المقدر بنحو 47 ألف طن من التمور لوحدها دون الخضروات؟ جيد، هذه النقطة مهمة اللي طرحت لك، نقطة مهمة وهون معضلة حقيقية اللي هي تغيير، كان يتكلم عنه هناك الرئيس، اللي هي تغيير العقليات، وتغيير عقلية المزارع من النمط التقليدي إلى النمط العصري، اللي عمليات تحسين الثمار كان الرئيس يتكلم عنها، مزارعين ما هم مقتنعين به، ما هم قابلين أنها تنفذ، مع وجود شبكة الإرشاد اللي كنا نتكلم عنها. هذه الحقول النموذجية وفرصة، أعلن المزارع أنه يشوف هو عينة واضحة، وأنه المزارع اللي يقتنع عليه بالإنتاج. وهون اللي هنقول أعلن المشروع، أعلنه حارس على أنه هذه المزارع النموذجية أنه يتولى هذه إرشادها، يقولون لي لا له رجعنا شور نقطة قضية عدم توفر الفسائل الجيدة به. اللي الرئيس قال ذلك قضية مهمة، على أن أكثرية ثلثين من الإنتاج انه يتكلف زمن القيطنه، يوخى زمن القيطنه، هذا لسبب ان اكثريه الانتاج لابد ان يوخى في زمن القيطنه، به اللي ما يقدر يصلح حتى المزارع اذا عادي دور على انه يقبل يصلحه ويحفظه لفتره ثانيه مش به، هو ما يقدر. هذه اكثريه الاصناف لابد لها انها تتكلف فتره القيطنه، وبالتالي لازم هو العجز اللي يجي منه. المقاربه اللي عندنا احنا، الصراوي اللي مصرين عليها مع المستفيدين، كي قلت لكم قبيله ان المشروع عليه استصلاح يوفر كل شيء الا قضيه الفسائل، مصرين على سبيل المثال في المناطق الشرقيه وفي الجزء الجنوبي من تقانت، ان الحقول اللي متولي المشروع تنفيذها وهم المزارع عليها لا توفير الفسائل، لانه لابد من يجيب الاصناف، الجيده، لابد من يجيب قابل للتثمين، لابد من يوفروهم. وهذا عدلوه للامانه، عدلوه في قرو، عدلوه في منطقه المزرعه الكبيره في منطقه قرو. قضيه ان الوزاره اخبار الوسائل الحفظ والتجميع انا هنا اناشد مره ثانيه ودعوه للخصوصيين، انه قطاع ان الوزاره ما يقدر حد هذا، ان لابد من تدخل من الخصوصيين بهذه الوسيلة، وهذه الطريقة الوحيدة اللي نقدو كما طلبنا أنهم يستثمروا في مجال توفير الفسائل، يستثمروا أيضا في مجال إعداد وسائل الحفظ وحدات الحفظ والتعليم. موضوع ضروري سيتم التطرق له خلال الأيام التشاورية المقبلة بين القطاعين العام والخاص. الوقت ما تلم منه ياسر، ما هي توقعاتكم عن مستقبل الإنتاج الواحات بشكل عام؟ أنا والله جيد، أنا نقدر نقول، أنا ذكرت لك مقبل أنه الحمد لله المناطق الواحات كامله انها استفادت من البرنامج، استفادت من توفير المياه، مياه الري بنسب طبعا متفاوته. جميع مناطق الواحات استفاد منها، لا في هذا الهرم ولا في تقانت ولا في هذا مقاربه استراتيجيه، ان في ذي المرحله اللي نحن فيها ان نزرع 300 الف نخله في اطار برنامج عام يوصل المليون نخله، زراعه مليون نخله من استصلاح 2000 هكتار. استصلاح 2000 هكتار هو اللي هي يسمح لنا بان نوفروا ذيك 300 الف، والحمد لله الى قريب تعود 300 الف اللي تنغرس في اطار برنامج اشمل خلال السنوات القادمه، انه يتم زراعه مليون نخله. وبالتالي هذا هو عن طريق الحقول النموذجيه، عن طريق الوحدات الانتاج اللي دائما هي اللي تخلي من نفس النخيل عندنا اللي ما يقدو ثمن. لا، ذكرت لكم ان الماده، ان الشعبه ان هي الوحيده اللي عندها تمييز، وان في خلال غرف الحمد لله فتره وجيزه ان المؤشرات مقدمه ان المختبر امراض النخيل اللي يوفر لنا الفسائل، ونعود في غنى عن ان نجيبوا فسائل مستورده بقيمتها واعره، الفسائل نحن اللي قابل للتدمير واللي مؤكد من التدمير. ممتاز. ما مستقبل الزراعه الواحاتيه بشكل عام انطلاقا من المعطيات والمعضلات التي تحدثت عنها؟ ظهر لي على ان مستقبلها مبشر، نظرا لان لدي من عقد زايد المشروع والمستفيدين متباركين كامل يشتغلوا جنبا الى جنب من اجل تطوير هذا القطاع. وظهر لي على انه تبارك الله تقدم به اللي على مستوى تنظيمي المنظمات المهنيه مؤطره وفاهمه الاستراتيجيه وقابله للتعاون مع الوزاره والمشروع من اجل تطوير هذا. والمشروع ايضا عنده تجربه واسعه في المشاكل المطروحه،
والوزارة متفهمة معانا وحلول لهذه المشاكل. جميل. ومن أهمها شركة التمور اللي عدلت. جميل. والمختبر الوطني. محمد جاحظ سيد رئيس الاتحاد الوطني للاتحادات الجهوية لرابطات تسير تشاركي الواحد. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. كما أشكر سيد الحضرامي والسيد محمد مسؤول التنمية الزراعية بمشروع تطوير وتنمية الواحات أيضا على كل هذه المعلومات. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. أترككم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه. وهذه تحياتي وتحيات المخرج دحى الشيخ. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم. مع توسع المدن وانتشار الجريمة وتنوع أساليب المجرمين، كيف تؤدي الشرطة الوطنية دورها المطلوب؟ كيف تتعامل مع الجرائم التي تقع؟ وماذا عن الدور الوقائي قبل وقوع الجريمة؟ ثم ماذا عن أبرز الجرائم الشائعة؟ وكيف تتم محاصرتها؟ إشكالات عديدة نستعرضها في البرنامج الجديد ساهرون، الذي يأتيكم عبر الشاشة الموريتانية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الوطني. ساهرون قريبا على قناة الموريتانية. تميز افتتاح السنة الدراسية لهذا العام بالانطلاقة الفعلية للمدرسة الجمهورية من خلال حصر السنة الأولى في المدارس العمومية واتخاذ الإجراءات لاستيعاب جميع التلاميذ وتوحيد الزي المدرسي وتعميمه على تلاميذ المرحلة الابتدائية. وأشكر التلفزة الموريتاني على إتاحت لنا الفرصة اللي لين عبروا فيها عن ذا الإنجاز اللي قام به في قطاع التعليم، ومن أوله الزي المدرسي الذي وحد بين الصفوف المجتمع. عاد التلميذ قاعد مع زميله، ما هم قيروا بأي لبسة ولا هو مأثر فيه تعليميا في لبسة خرص فيه، زي موحد. اشكر الرئيس عليها، شكرا مضبوط، حالة جيدة. وهذا الإجراء الجديد يحمل أبعادا متعددة، فضلا على أهميته التربوية والمادية لذوي الأسر من أصحاب الدخل المحدود والذين سيحظون بأولوية في الحصول على هذا الزي، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفيره. بالنسبة للزي، بالنسبة للمدرسة الشيخ سعدوه حاضية العام بنسبة 90% من الزي حقيقة، وكانت بصراحة نقول عنه فيه